سرير طفل يفتقد صاحبه، سيارة فقدت دورها في حياة أهلها، محل للملابس تكاد تنطق محتوياته، بأين ذهبوا من كانوا يملؤون المكان؟ أنقاض في كل مكان، مفروشات وأواني طعام، أوراق وحجارة، غبار ورماد، وقد صارت المدينة بأكملها أطلالاً. أنا عمري فوق 70 سنة، عمري ما شفت، يعني حضرت كذا حرب ما كان بالشكل هذا، ما كان بالشكل هذا، ولا باللوحتية هذه، ولا بقلة الدين، ولا بقلة الضمير. الحزن يتوغل داخل نفوس مواطني قطاع غزة وهم يسيرون بين أكوام الأنقاض. بعضهم فر من الشمال إلى الجنوب بحثاً عن الأمان، لكن جيش الاحتلال الذي دفعهم للنزوح إلى الجنوب هو نفسه الذي لا يتوقف عن قصف قطاع غزة بأكمله، شماله وجنوبه، شرقه وغربه. إحنا جينا من غزة، قالوا لنا اطلع على الجنوب، جينا على الجنوب لقينا الضرب مكثف في الجنوب، جينا خشينا قعدنا في الشقة، اللي من ورانا صار ضرب ومن قدامنا صار ضرب. من هنا صار هؤلاء المسالمون لا يملكون إلا تسليم الأمر لله ونية للشهادة المعرضين إليها في أي لحظة، وكلمة الحمد لله التي تتردد على الألسنة بقلوب يملأها السلام الذي اختفى من الواقع.